نادر التحتاني، شوفوها تابعوها وانتظروها أيضا في سباق سيدي سمو الأمير حفظه الله ورعاه اللي على الأبواب. هذه تختطف الشوط الرئيسي، أقوى الأشواط قامت راس وانهت الشوط راس. وسلام يا لولاة الريان، سلام وسلامي عليك يا علي بن خالد بن عبد الله العطية على هذا التضمير المميز، وسلام يا لولاة الريان، سلام 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 وتحية واحترام لهذا العرض الممتاز. ما شاء الله تبارك الله، قامت راس وانهت الشوط راس وبدون أي منافس على الإطلاق. تهانينا تهانينا والناموس، وبدون أي تعليمات تذكر أبدا. العصا والآن مثبت تثبيت. هذه لولاة الريان وصلت في المركز الأول. التهديد، الخطورة من شعار بن قريع، قادم نجد قادم لا محالة، ولكن لدعم يصمد مشاهدين الأعزاء مع الأربعمائة متر الأخيرة الحساسة. الشوط الرئيسي خيرة أشواط القعدان، لمن من هذه القعدان؟ لدعم 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 ونجد، نجد خطير يا سلام، نجد ولدعم، نجد ما لا مفر من نجد. شعار بن قريع، نجد وإنجازاته، نجد وسجله الحافل بالإنجازات بغيره، يتسلل ولكن لدعم، يا سلام لدعم، نجد نجد لدعم، الموقف حساس يا راعي. لدعم لدعم ونجد، لدعم ونجد، ولكن لدعم 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 لدعم. تهانينا تهانينا والناموس لمالك لدعم، تهانينا لعبد الهادي بن صالح بن حمد الغفراني على هذا الفوز. الشهنية واصلة، وصلت أيضا توافيق، والتوافيق بيد الله سبحانه وتعالى، التوفيق بيد الله، التوفيق يا عتيق بيد الله سبحانه وتعالى. ووصلت الطيارة حمد بن جر الله بن محمد البريدي، ولكن المقدمة وعد على الوعد، جيتكم يا مخلفين الوعود. هذه غارة تحركت، غيرت غارة، غارة قلت لكم غارة سعيد بن محمد بن سعيد بوضحة، مالك غارة قدمها لهذا الشوط، قدمها بهذا الشكل الجميل والأداء المميز الأكثر من رائع. يا سلام سلام الشحاني، يا سلام سلام بوضحة، سلام سلام لغارة، سلام تهانينا والناموس على انتزاع غارة، نقطة مهمة في هذا اليوم اللي يسبق الحدث الكبير. تهانينا بوضحة. محمد بن فهد بن سعيد الخديع المري، واللي من الجانب الاخر طارت الثنايا، اقلعت الثنايا في هذا الصباح وهذا الرياض. راشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، وايضا المنطلق مياس لمحمد بن عبد الله بن سعيد بن حق. الله يا شاهين شاهين، الى المملكة العربية السعودية ام الى وين؟ وين الوعب قادم راعي الانجازات، انتظرناه ووصل في موعده. الوعب للسيد زيد بن محمد بن ديل المري، يا سلام شاهين لعبد المحسن بن عبد الله البلوي، الى تبوك الى تبوك الى الساحبه، سلام يا الساحبه، سلام وسلام يا تبوك، سلام وسلام يا البلوي، سلام. اشكرك يا البلوي على هذا الانجاز وترشيحي في فرج بن مبارك بن فرج بن حيط المري، يريد ان يحافظ على ناموس هذا الشوط لابناء الشحانيه مع انطلاقه وتقدم الفائزه. المركز الثالث، التقدم من قبل صدمه لصالح بن عبد العزيز الحبيشه النابت المري مع المركز الثالث. المركز الرابع، قادم شعار الرميثي مع انطلاقه رابع المراكز، ولكن اعود مع الفائزه، الفائزه مع الصداره، فازت الفائزه مع شعار بن حيط، ومع ايضا انطلاقه شعار فرج بن مبارك بن فرج بن حفيظ المري، من قدم لنا شعاره وحافظ على ناموس هذا الشوط مع تقدم الفائزه. وهذه هي الفائزه ولحظه قدوم الى خط النهايه، معلنه الفوز ومعلنه الناموس. المركز الثاني، طوة
من اللي متدخل من الوسط، اللي داخل بشعر ابيض، اللي داخل لا 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 لا، اللي قادم من الجانب الاخر، هذا هو، هذا هو المحيط، المحيط ماجد بن سلمان بن كردوس العامري، المحيط وانجازاته، المحيط والزعفران على راسه، ولكن هنا ايضا شعار بن محفوظ سراب والمحيط ومنبع، وايضا شعار بن فيدان مرعب مرعب مرعب، وايضا مرعب والمحيط مرعب، والمحيط مرعب مرعب، المحيط سراب مرعب، المحيط سراب، ولكن مراد مرعب 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 مرعب، والمحيط المحيط ومرعب، المحيط ومرعب، المحيط المحيط مرعب مرعب مرعب، المحيط المحيط يخطف هذا الشوط، تهانينا والناموس لماجد بن سالمين بن كردوس العامري. خلاص خلاص اللحظات الحاسمة عند من الناموس، خلاص لا أحد يذخر شيء، هذه لوحة الخمسمائة متر الأخيرة الأخيرة الأخيرة، الظفرة أحد ضيفات الميدان بالشعار عابر من خلف عابر محمد الهاملي، وهذه شموخ، يلا يا ابن فيدان، يلا يا ابن فيدان، الناموس غالي 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 يا ابن فيدان، حرك شوي، اللحظات الأخيرة، فازت 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 الظفرة من الجانب الآخر، سارية تحاول باللحظات الأخيرة الأخيرة مع سارية، وهذه الظفرة، الظفرة تحمل الرقم 6 تفوز بهذا الشوط مع تقدمها، ولكن سارية 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 تفوز، تهانينا والناموس لمالك سارية محمد بن مضر بن مطوع بن هاشم الكتبي. المركز الثاني يا سلام، والامور راكده يا اخواننا، شوت المركز الثاني، المركز الثاني وافي 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 بن وافي لسيد هيان بن حمد بن هيان العابري، الله يا لعوينه، الله يا لعوينه، هذا وذنان، انطلق وذنان من ميدان الشحانيه الى العوينه، هناك المسافه قريبه، ولكن بنسلم، بنطرش السلام، بنطرش الناموس الى العوينه، العوينه العوينه مع غانم المنصور بالغانم ال سيف الخيارين مع وذنان في هذا الشوط، الله، هذه لحظات الانجاء للفوز، المركز الثاني المركز الثالث، أعود إلى الصراع، إلى النزاع، وإلى شوق، شوق مع الصدارة، شوق مع المقدمة، مع الانطلاق المميز، مع أيضا تواجد شعارك يا ابن عمارة، الله يا شوق، شوق شوق تسوق بالناموس، تنطلق مع القيادة، ولكنني أرى العامري قادم شعاره مع الدكتورة، الدكتورة المبارك من مركز بالطماطم الدودة العامري، وخلاص شوق مع الناموس، ولكن الدكتورة 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 عالجت أمور الصدارة، انطلقت انطلقت مع الناموس، مع الناموس، هذا هو الدواء، الدواء هو الناموس يا مالك، الدكتورة الدكتورة المبارك من مركز من طباز بالدودة العامري، نهني بالمركز الأول، الغيلاني 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 من الجانب الآخر مع هملول مع هملول مع هملول، وهزام هزام ممثل الشحانية ممثل الشحانية، شوفوا المركز الثالث، شوفوا الحنيش الحنيش، التهمهم الحنيش، التهم التهم المراكز الأولى الحنيش، حمد بن محمد بن قريح المري يصل باللحظات القاتلة الحاسمة، هذا هو الحنيش الحنيش، يا سلام، المركز الثاني وصل شهاب مبارك بن محمد بن سعيد النابت المري، ولكن تهانينا يا بن قريح، تهانينا والناموس على انتزاع الحنيش المركز الأول، تهانينا لحمد بن محمد بن قريح المري على بأي
بأي شكل كان. يا سلام يا سلام، اللحظات الأخيرة، الله، هذه لحظات صعبة، هذه لحظات خطيرة. تجاوزت تكليف، فاز التكليف بشعار مبارك بن ملحان بن راشد بن حبيبة المري في اللحظات الأخيرة. إذا نجحت بهذه المهمة، نجحت بجلب الفوز لمبارك بن ملحان بن راشد بن حبيبة. مبارك عليك الفوز في هذا الصباح يا مبارك بن ملحان بن راشد بن حبيبة، أسعد الله صباحك في هذا اليوم. والتهنئة أيضا للشيبة ملحان بن راشد بن حبيبة المري، وهو شباب وليس شيبة. هذه لحظات الفوز، تهانينا والناموس لمبارك بن ملحان بن راشد بن حبيبة. مركز غدوم صوغة فهد بن حسين رمزان النعيمي قادم شعاره مع صوغة، وعود مع بديعة. بدأت بديعة تباعد المسافة، تظهر لنا هذه الابداعات المميزة من قبل انطلاقتها مع المركز الأول. خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية يقدم لنا شعاره، يقدم لنا بديعة مع الصدارة. بن عمارة قادم، بن عمارة قادم يا بن عطية، الله يا الظبي، الظبي قادمة مع المركز الثاني طالب بن علي الجربوعي، ولكن بديعة ما زالت صامدة، صامدة وعلامة الجودة باينة من أيضا انطلاقة بديعة على الصدارة. نهني ونبارك لمالك بديعة على حصوله على المركز الأول. خليفة بن عبد الله بن علي العطية مركز ثاني. زعفرانة جبر بن شمسان النعيمي قادمة بالمركز الثاني، بالمركز الثاني شديدة قادمة. صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت المرشحة القوية في هذا الشوط، وشقرة فرا بن محمد بن قريع تصل بالمركز الثالث والمركز أو الرابع. المركز الخامس تصل الشهنية راشد بن ناصر بن حباب، ولكن الموقع والمقدمة عند حشمة، عند حشمة بالمركز الأول، مع حشمة بالمركز الأول. وفازت حشمة، فازت حشمة، ولكن شديدة، شديدة يا يزيد، شديدة قادمة. هذه رشحها الكريبي، أشهد أنك تعلمها يا الكريبي، هذه شديدة. صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت، تهانينا يا بن عقيل على فوزي شديدة. صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت، تهانينا والناموس. مثل قوس الربابة، وهذه عهد انطلق للثراث انفرد. يا هي لحظات محرجة يا اخواننا، وين الشوط، وين الشوط؟ الكل يحتار، الكل يحتار مع هذه الذلل. السودانيات الشحانية ام عهد ام توق، ثلاثية جميلة قوية مذلل الذهبي، ولكن يبدو لا محالة مع توق، لا محال. الله، قامت راس وتريد ان تنهي الشوط راس بدون اي تعليمات. توق مشاهدين الكرام، انتظروها في السباقات الكبيرة، انتظروها يا جماهيرها، انتظروها في سباقات كبيرة. سلام وتحية واحترام لمالك شوق سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني على هذا الفوز. المنضمر السيد عبد الهادي بن حمد بن هليل الغفراني. عديم بإنجازاته بسجلاته ينطلق مع المركز الأول، هذا هو عديم وشعار سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني مع المركز الأول. الله يا عديم، عديم مع الصدارة، عديم مع المقدمة، يحلق بقيادة هذا الشوط، يقود بالتمرير عبد الهادي بن حمد بن الهليل، يسائل طالب بن حمد بهذه الانطلاقة. شعار التوب، شعار الأسماء الكبيرة، يتواجد بهذه الانطلاقة المركز الثاني، ولكن خلاص عديم مع الناموس، عديم يطير بناموس هذا الشوط، يتوج بهذه الانطلاقة كما توجت توق في الشوط الماضي. نهني ونبارك لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني، والثانية لعبد الهادي بن حمد بن هليل.
خليفة الميدان قادمة، وهذه هيبة 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 هيبة، يا سلام، هذه هيبة بالمركز الأول، تنتقل هيبة، هذه واضحة وهيبة، هيبة واضحة، اللحظات الحاسمة. قلت لكم الضيوف الأعزاء أشقاؤنا من الإمارات مع وضحى بالمركز الأول، ناصر بن شامس بن عتيق العامري مع المركز الأول، مع الصدارة، مع مقدمة هذا الشوط، تنتقل وضحى بالمركز الأول معلنة فوز شعار ناصر بن شامس بن عتيق العامري. تهانينا يا العامري، تهانينا يا العامري على هذا الفوز المستحق مع وضحى، تهانينا وناموس المركز. تلو إنجازا في هذا الصباح، في هذا الصباح. المركز الثاني خطير يا إخواننا، دارس على المركز الثاني لفهد بركة بن فهد الحربي في شوط الختام. يا هل ترى شوط الختام لمن من هذه الزمول؟ هذا هو الرهيب إلى هذه اللحظات، هو الأقرب إلى الفوز. 200 متر أخيرة، 200 متر ختامية، ختمها بن صرير ناصر بن محمد بن حمد، أو ناصر بن حمد بن محمد الحمد المري، يفوز بشوط الختام، وهذا هو صاحب الإنجازات. إذا إنجازاته كبيرة، قلنا لكم راعي إنجازات، والدليل الزعفران على رأسه. تهانينا والناموس لمالك الرهيب ناصر بن حمد بن محمد المري.